بسم الله، السلام عليكم. دجاج مع في صالونة جوز الهند أو حليب جوز الهند، إلا الزيت حار، بصل، نزل الفلفل الأخضر في النص وقلبوه شوي قبل ما تنزلوا معجون الثوم والزنجبيل. الثوم والزنجبيل طبعا معجون. نزل الملح الكمون كزبرة فلفل أحمر زود شوية أحمر وكركم وحركوا تمام. الحين نزل الطماط. بعد ما حركت الطماط غطوا عليه عشان يذبل، وبعد دقيقتين نرجع له. ذبل الطماط، نزل عليه الدجاج وحركوا على نار عالية تجانس مع الخلطة. حط عليه ماء وخلوه يغلي. غلت المرقة، غطوا عليه وحطوه على نار متوسطة 15 دقيقة أو لين ما ينطبخ الدجاج. قبل ما يستوي الدجاج 100% افتحوا الغطاء، حطوا الملح للدجاج وحركوه بشكل متواصل بدون غطاء لين ما مستوى المرق ينزل. الحين حطوا الجرم مسالة واستمروا في التحريك حق دقيقتين 3 دقائق. الحين ضيفوا حليب جوز الهند حركوه إلين ما يبدأ يغلي. غلى معاكم غطوا عليه وقصروا النار، خلوها يعني تقريبا نار هادية إلى متوسطة لمدة 10 دقائق. ما شاء الله هذا هو جاهز معانا. الحين طفوا عليه النار وحطوا كزبرة خضراء وحركوا وحطوا قلبة قلبتين. علينا عليكم بالعافية. اتفقت مع وزيرة البيت للشؤون الداخلية أن نجربه مع بعض، بس ما هي موجودة، لذلك بجربه مع الصامولي بسرعة ولا بتعرض لمساءلات قانونية. ما شاء الله تبارك الله، يومي لذيذ. هذا هو جهاز كوكونات تشيكن كاري، يعني صالونة الدجاج مع حليب جوز الهند. ما شاء الله تبارك الله، نجربه. ما شاء الله تبارك الله، ضروري تجربوه يا جماعة، ضروري تجربوه، لا تفوتوا على أنفسكم. ترى مقادير بسيطة والطريقة ما هي معقدة، فاستغلوا الفرصة وسووه. يعني سووا أطباق مختلفة عن العادة والتقليدي. زين، المهم في العافية، علينا وعليكم.